الاخر كانت معكم عندنا التعليم، انا كنقدم دروس مختلفه في مواد مختلفه، وكنديروا ايضا اصحاح ديال التمارين زائد اصحاح ديال الامتحانات. الو هادشي كامل علاش الهدف ديالو هو ان استاذ التلاميذ واستاذ الطلبه ديال المغرب او من خارج المغرب يستفيدوا وينميو المستوى ديالهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع صحابكم. خليكم مع الفيديو، ونتمنى ان الشرح يكون مبسط بالنسبه لكم. شكرا لكم. ثانيه كما قلنا هنا عندي مقام، يعني يكون مقام عندنا فيه متغير. راه في هذه الحاله هذه كيكون عندي مقام كيخالف صفر. علاش؟ حيت الا خدنا واحد لا فونكسيون باغ اكزومبل اف، لا فونكسيون اف كتساوي لنا هي واحد على اكس، متفقين؟ ومشيت عوضت بلاصه اكس بشحال، ما تعوضها بصفر ياك، نعوضها باعداد. دائما كنعوضو بعدد موجب سالب كيساوي زيرو، غير باش نشوفو غزير، متفقين؟ دونك اف مثلا ديال جوج عطينا هي شحال، هي واحد على جوج. دونك هنا با بروبليم، واحد على جوج كاينه في الماتش. الوغ مثلا عندنا اف ديال ناقص واحد، دونك عطينا شحال الشباب، دونك هي واحد على ناقص واحد، كنعرفو عدد موجب عدد سالب كيعطينا عدد سالب. او عندنا اف ديال صفر، دونك دائما عدد موجب عدد سالب وصفر باش نعرفو شنو الحالات اللي يمكن لينا نديرهم. عطينا شحال هي واحد الى عوضنا بلاص اكس بشحال صفر، شنو غيعطينا الشباب؟ غيعطينا هاد. اذا هذا ممنوع في المات، دونك واحد على صفر ما كاينش في الرياضي، درجه بآلة حاسبه ما تعطينيش. دونك الوغ في هاد الحاله شنو كنلاحظوا؟ اننا من عوضنا باعداد موجبه، وخا تعوض باعداد موجبه لا نفهم، بقات عوض ديما يبقى ديما عدد موجب. من عوضتي بعدد سالب عطانا في المقام، يعني هنا سامارش، دونك رجع عدد كلير. يعني واخا ناخذ ناقص جوج ناقص ثلاثه ناقص اربعه ديما يبقى عادي، هادشي عندنا في المات كاين. ولكن بالنسبه للمثال الاخير لا. علاش؟ حيت الصوره تاع صفر عطاتني المقام كيساوي زيرو، ولا درت بآلة حاسبة واحد قسمها صفر ما يعطينيش. مش فاهمين يا شباب؟ إذا أنا المقام ما خصوش يساوي عدد سالب، يساوي عدد موجب، ما يساويش ليا الزيرو، ما يساويش الزيرو كنقولو في المات يخالف صفر، صافين؟ إذا دائما المقام خصو كيخالف زيرو، يعني ما يساويش زيرو. إذا داكور، إذا هنا غنجيو في هاد المثال اللي عندنا، عطاونا اف لي إكس كتساوي واحد لافونكسيون إكس ناقص خمسة على إكس ناقص ثلاثة. طبعا السؤال كيعطينا هو ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون، او لا فوالا ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف. سي بون مزيان. اذا هنا كيما شفنا هادي ما عنديش حدوديه. علاش؟ حيت المقام فيه واحد المتغير اكس. اذا هنا الشرط ديال البولينوم كيحيد، يعني انا ما يمكنش نقول دي اف كتساوي ار، يعني انا ماشي بولينوم، صافين؟ الو شنو هو الشرط اللي عندي؟ عندي اكس، عندي مقام ياك. الو هنا كنا عندنا المقام مالو خاصو دائما يخالف زيرو، دونك دائما شنو كندير بحال هكا، ولكن كيتهابش بزاف على حساب الاستاذ ديالك والاستاذ شنو كيدير. الو هنا اكس كتنتمي الى دي اف في شرط ابارتمون دو لونسون دي ديفينيسيون دي. اذا كان الشرط سي سو مون سي، دونك اكس موان 3 اش كنا خاصها تساوي دير طرف الشباب خاصها تساوي خالف اش تخالف زيرو. كلير؟ وهنا كنشوف سي نحل هاد ندير على شكل معادله، اكس كيخالف شحال ناقص 3 في الطرف الاخر كتولي هي 3. يعني اش اكس كيخالف 3؟ يعني هنا راه هزيت 3، يعني اكس ما غاديش يساوي 3، يساوي اي قيمه اي فالو الا 3. الا رجعت هنا وعوضت بلاص اكس ب 3 كتعطيني زيرو. لاحظوا معايا، الو انا نعوض في البلاصه، دونك 3 ناقص 5 على 3 ناقص 3، هنا يعطينا هو شحال؟ غادي يعطينا هو ناقص 2 على زيرو. الو هذه ما كايناش في المات، فاهمين الشباب؟ اذا داكشي شنو خصني ندير؟ خصني نحيد، يعني اكس ياخذ اي قيمه اي فالو الا فالور اللي منوع عليه هي 3. اذا الدومين دي ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي شنو كتساوي؟ كما قلت يمكن لي نعوض باي عدد، دونك اي عدد يمكن نقولوا عليه هو ار، ولكن كندير واحد ناقص او الاستاذ ديالك كيدير واحد سلاش، دونك اللي بجوج صحاح. الو كنحيد منها واحد الرقم، الو كنقول ار محرومه، ار محرومه مناش من واحد العدد 3. فهم الشباب؟ الو الى خدينا مستقيم ديال الاعداد، فوالا هذا المستقيم ديال الاعداد هو هذا. الو كما كنعرفوا ار كما قلنا في الديبار سي هي موان لانفيني ا بلوس لانفيني، كلير؟ 3 كتحيد، يعني 3 غنحيدوها، ها هي 3 مشات، كلير؟ دونك غنحيدو 3، فوالا. اذا ملي غنحيد 3 شنو كندير؟ كندير اتحاد دائما، يعني العدد 3 كنحيدو، متفقين؟ الو كيولي غير معرف، وبالتالي هذه بالمجالات عطيني شحال؟
غتعطيني من موالفيني، صافين. الو من موالفيني ثلاثة، صافين. ومن بعد من ثلاثة تلاش تل بلس لانفيني، دونك اتحاد ثلاثة بلس لانفيني. علاش درنا اتحاد؟ لأننا حيدنا الثلاثة، ولكن أنا باغي الأعداد اللي كاينة هنا وباغي الأعداد اللي كاينة هنا، فاهمين شباب؟ فلذلك كنقول لونسومبل دي ديفينيسيون سي موان لانفيني 3 بلس لانفيني. هنا أنا حيدت غير إكس، ما خصوش يساوي ليا إيش، ما خصوش يساوي ليا ثلاثة، بمعنى يخالف ثلاثة. شوفوا مثال واحد آخر. ألوغ المثال الموالي أيضا، دونك هنا عندنا إكس كتنتمي مجموعة التعريف إلى كان، ألوغ هنا دي دو جي، عفوا ماشي دي دو إف. راه شكون عندنا دي دو جي، دونك هادشي امبليك دو كوا، امبليك ان جوج ناقص اكس معناها خاصها تكون ديفيرون دو زيرو، يعني مقام دينيماتور توجور ديفيرون دو زيرو. الو انا شنو غندير؟ غنلقى اكس ديفيرون دو كوا، دونك موان اكس ديفيرون دو كوا. الو جوج في الطرف الاخر عطانا هي ناقص جوج، موان افيك موان كتر، دونك اكس ديفيرون ديال اش هي جوج. الو لونسومبل دي ديفينيسيون سي كوا؟ كما قلنا هنا خصني نيليميني اش، نحيد غير الجوج، يعني جوج هي لا فالور اللي ممنوعه علينا، ولكن كاع لي فالور الاخرين كاينين، يعني ار ما عدا جوج. دونك لانترفال كتعطينا سي كوا، دونك هي موالا فيني الجوج. الوغ ان انتردي جوج من هنا اتحاد دو بلس لانفي، فهم؟ الى خدينا مستقيم ديال الاعداد فيمكن نفسروها به، ياك؟ فوالا هنا عندك جوج هاي انا، هنا عندنا جوج الى لا حيتي جوج، دونك كتحل من هنا كتحل من عندنا مجال، مجال من هنا ومجال من هنا. او عندنا موالا فيني بلس تام فيني. الو كيما قلنا نمشيو من هنا حتى هنا، صافي، ومن بعد من هنا حتى هنا. الو نشوفو المثال الموالي ايضا، دونك عندنا كاد اكس تساوي واحد على اكس زائد خمسة زائد واحد على اكس ناقص ستة. الو هنا كيما ناقص دائما مقام يخالف زيرو. الو اذا هنا عندي جوج مقامات، اذا نقول ان المقام الاول خصو يكون ديفيرون دو زيرو، صافي. دونك شنو غنقول لوجيكمون؟ سي وا، اذا اي، صافي، اكس موان سيس ديفيرون دو زيرو، كلير. الو اون اكس ديفيرون دو كوا؟ ديفيرون دو موان سانك، ياك. اي اكس ديفيرون دو سيس. الو هنا نحيدو جوج، نحيد ناقص خمسة ونحيد ستة. دائما الشباب نديرو المدرج تاع الاعداد باش نعرفو الدومين الاخرين. الو هنا سي موالا فيني، فوالا هنا سي موالا فيني، هنا سي بلس لانفيني. عندنا جوج قيم نحيدو، نحيدو ناقص خمسة نحيدو ستة. اذا عاد تحيد من هنا هاي حتى هي تحيد من هنا، اذا غادي تحل من هنا من هنا، فوالا غتحل من هنا ايضا من هنا، اذا غيكون هنا جوج اتحادات، متفقين؟ على قبل الشباب شنو غندير؟ غنكتبوا لي ان الدومين دو ديفينيسيون دو كا شنو كيساوي لنا جميع الاعداد ار كامله، لان اكس شنو خاصها تخالف لينا؟ اكس خاصها تخالف لينا غير جوج اعداد فقط، متفقين؟ اللي هما سي موان 5 اي 6، صافين. ولكن اكس كتاخد اي فالور، اي فالور نامبورت اي فالور نقدر نعوض، الا هاد الشوج بالنسبه لهذا المقام ممنوع علينا نعوض ناقص 5 باكس، وهنا ممنوع علينا نعوض بشحال ب 6 باش ما نطيحش في 0. اذا هنا بالمجالات شوف الشباب شنو غتعطينا، كما قلت كنمشي دائما بحال هكا. الوغ غنمشي من موالا فيني ناقص 5، صافين، ناقص 5 حتى 6، ومن 6 لبلوس لانفيني، يعني الانترفال غيكون بحال هكا. يعني لونسومبل دي ديفينيسيون سي موان انفيني موان 5، صافين، انيوم موان 5 6 انيوم 6 بلس لانفيني. كنتمنى انها تكون تفهمت. شوفوا الوغ نشوفوا دابا المثال الموالي. الوغ انا عندنا مقام، دونك سي توجور كنهز المقام كامل خاصو يكون ديفيرون دو زيرو، صافين. الوغ دينيماتور دونك توجور سي ديفيرون دو زيرو. الوغ هنا كتحضر واحد القاعده سي ا في المعادله، دونك سي ا في بي ايكال زيرو،
هنا كيكون عندي واحد فيهم كيساوي زيرو، صافي. دونك نقول A كيساوي صفر أو يعني أو B إيكال زيرو، صافي. دونك كوم سي، دونك كوم باغ إكزومبل صا، ألوغ عندنا هو هذا كامل و B هو هذا كامل، يعني إلا كانوا بجوجهم يعني الملتيبلي عدد فوا عدد، دونك باغ إكزومبل واحد يعني زيرو، إمتى إلا كان واحد في هاد الأعداد كيساوي زيرو. يعني مثلا إيماجيني معايا أن A هي اللي سالبة، هي اللي تكون تساوي زيرو ريال، و بي كتساوي مثلا واحد، عطانا شحال سي زيرو. إلا كان عندنا عاوتاني لانفيرس، دونك هذا واحد وده زيرو، ألو عطانا شحال سي زيرو. إلا كانوا بجوج زيرو دونك سي زيرو، ولكن هنا مع لي فاريا ما عرفتش شفنا هو كيساوي زيرو، دونك كنديرهم هنا بجوج، كندير إكس موان تخوا، ألو هنا ديفيرون دو زيرو، ألو بحال إيكال بحال ديفيرون، با دو بروبليم. En x moins 5 de différent. Alors, il y a un x qui 3 ou x qui 5. Alors, l'ensemble des définitions de B, c'est quoi? L'ensemble DL, CR. فوالا نحيد جوج ارقام، يعني اكس ما خاصهمش يساوي بجوج ارقام اللي هما 3 واللي هما 5. فعلا الا رجعت عاودت هنا ب3، 3 ناقص 3 هي شحال سي زيرو، 5 ناقص 5 هي شحال سي زيرو. الو بالمجالات تاع تاع شحال سي كوا، دونك سي موا لانفيني 3 انيوم 3 بلس لانفيني 3 5 انيوم 5 بلس لانفيني. كلير كلير. الو نشوفو دابا الدالة الموالية، دونك اللي عطاونا، دونك هنا اكس ابارتون دي اف امبليك. الو دائما المقام مالو خصو يخالف صفر، اذا توجو ديفيرون دو زيرو. الو هنا الفو، دونك غنعيدو هاد المعادلة. طبعا الفو دونك كالكولي لي راسين، يعني نخرج نشوف واش عندها لي راسين ولا لا، يعني نلقى واش عندها حلول ولا لا. الو با ميثود دو دلتا او بيان دو برودوي سون. الو هنا عندنا غير المميز ديال دلتا، دونك يعني كون كتعرفوه ديجا قريتو في الباك. الو هنا كيكون عندنا التعبير تاع الحدود يكون بحال هكا. الو ا بي سي، الو كان دائما كنحسب واحد التوشيه كتسمى لو مميز ديال دلتا. دونك اذا انا نخرج المعاملات، الو A B و C، فوالا فين غنلقى هاد المعاملات. العدد A هو اللي قدام اكس و كاري، دونك هو شحال هو واحد، دونك سي بي. B هو شحال سي موان 5، سي هو شحال دونك هو 6، فاهمين. اذا عندنا A هو هذا اللي كيكون عندنا هنا، B هو هذا و C هو هذا، كنساهم بالاشارات ديالهم. الو كيما قلت كنمشي كنحسب المميز دالتا، صافي المميز دالتا. Alors c'est b au carré moins 4ac. Alors, c'est quoi? C'est moins 5, on dira au carré, moins 4 fois a, lié à l'échelle, donc 4 fois 6. Alors on a atteint l'échelle, c'est 25 moins 24. Alors c'est quoi? C'est 1. Alors on a 6 périodes. Alors faites le halam qui a atteint delta qui est quoi en 0. صافين كيكون عندي جوج ديال الحلول، صافين اللي هما ناقص بي ناقص الجذر ديال دلتا على جوج أ، وعندنا إكس دو كيساوي لنا هو ناقص بي زائد جذر ديال دلتا على جوج أ، صافين. ألو نطبقوهم هنا في هاد المثال هذا، دونك عندنا إكس أن كيساوي لنا هو شحال، ألو ناقص بي سي موان بي سي عكس بي، دونك هي 5، صافين. ناقص الجذر ديال دلتا، شحال خرج ديال دلتا؟ خرج ديال دلتا كتساوي واحد، إذا الغاسين تاع واحد هو شحال؟ دونك هو واحد، فوا جوج فوا أ اللي هو شحال؟ دونك هو واحد، إذا عطاني شحال؟ سي خمسة ناقص واحد هي أربعة، صافيين؟ ألوغ في جوج، صافيين؟ دونك أربعة على جوج كتعطيني شحال؟ صافي جوج، إكس دو، عطاني شحال؟ الوغ نفس القضية عاوتاني، دونك هي خمسة بلس واحد على جوج، دونك عطانا شحال؟ هي ستة على جوج، دونك عطانا شحال؟ هي تلاتة. طبعا باش نعرف الحلول الصحيح ولا لا،
دائما اي توجور كنضرب ا في اكس 1 في اكس 2 خاصو يخرج ليا سي. الو لو ا عندنا شحال؟ دونك لو ا سي واحد. في اكس 1 اكس 1 وشحال؟ سي جوج. في اكس 2 سي كوا؟ سي 3. يعني يخرج ليا شي شحال كيساوي 6. دونك هو سي. اذا هادشي عندي صحيح صافي. الو اذا دومين دي ديفينيسيون خصنا انيمينيو شحال؟ خصنا انيمينيو جوج اعداد اللي هما الحلول، يعني ار ما عدا جوج و 3.